وجدنا حديث عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الخير 70 سنة فإذا أوصى وحاف في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار. ما معنى حاف؟ وأفيدونا عن ذلك جزاكم الله. جاء في هذا معنى عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن مسعود الصحيحين وحديث أخرى من العبد يعمل بعمل الجنة حتى لم يكن بينه وبينها إلا ذراع يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. يعني يختم له بخاتمة السنة والحمد لله. من بعض الروايات أن العبد يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس في ظاهر حاله وفي آخر حاله يعمل بعمل أهل النار فيدخل النار نعوذ بالله. وإن العبد يعمل بعمل أهل الجنة بعمل أهل النار فيما يبدو للناس ثم في آخر الزمان في آخر حاله يعمل بعمل أهل الجنة ويتوب الله عليه فيدخل الجنة. فالأعمال بالخواتيم والحيث الوصية كونه يوصي بما لا يجوز له يوصي لوارث والورثة ليس لهم وصية يكفيه ما قسم الله لهم إن الله قد أعطى كل ذي حق الحق فلا وصية لوارث. الحيث الوصية يكون يزيد على الثلث بغير الورثة أو يعطي يوصي لبعض الورثة هذا لا يجوز. فالواجب عليه أن يقتصر على الثلث أقل وأن لا يوصي لورثة. أما هذا الحديث فلا أعلم حال سنده يحتاج إلى نظر في سنده ولكن معناه أنه إذا عمل سيئة في آخر حياته ومعصية ومات عليها يخشى عليه من النار بسبب سوء الخاتمة نعوذ بالله.